صديق كذي جسر هو هذا مع الاسف والله للناصريه، اي والله خابصين الناصريه والناصريه. وين الناصريه؟ بلد الشهداء والادباء والشعراء. ومن تحكي وياه وقال لك معود لا تجيب طاري المرجعيه، معود لا تجيب طاري العمائم، وكيل المرجعيه مالته اي منو جاب الحكومه غيره هو المرجعيه. شوف شارع الناصريه، طبعا انا اليوم جيت خطار للناصريه بس كل ما جاي احسن لي والله على المعاناه شلون عايشين ما ادري. اي والله شوف يعني هسه هذا جسر، شوفه جسر شوف. الله اكبر على راسك يا عبد المهدي. شوف شوف هسه هذا جسر بس مو جسر، يعني ما اعرف تعليم السياق هنا ما اعرف شنو. شوف نقر نقر نقر. الله اكبر منطقه صاروخ شنو هاي والله. شوف 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 والله مع الاسف والله الناصريه ايش نتونس على المراجعين لاهلنا. اقول لك مني شوف مصيبه الناس هون علي مصيبتي شنو هاي صديق كذيب. الله اكبر يروح هاي شنو ناصريه. ادري كان شو صار لهم 15 سنه سوركم والله سوركم بس والله سوركم بس فهموني ومخلصين تاج تاج على الراس سيد ايش مسوي لكم بس فهموني. يجي عمار تركضون وراه تبوسون بيدي، يجي تركضون وراه، يجي تركضون وراه. ما تعرفون انتم شنو الوضعيه شنو هالذله اللي عايشين بيها. شوف 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 مروج الشارع. هلا 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 لك شنو انتم ونبراضين. ويجي يجي محرم يصيحون هيات من الذله. اي اكثر من هالذله اللي عايشين انتم.